السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، طلبة تانية إعدادي، مع حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية على قناة شوية إنجليزي. معكم الآن نسيم ربيع. يلا نسمي كده، نتوقع الله ونشوف احنا هنتكلم عن ايه النهاردة. هنتكلم عن lessons 5 and 6، الدرسين اللي هو الخامس والسادس. بكده الدرسين دول هكون نهيت الوحدة التانية بإذن الله، وكده يعني خلصنا الأولى والتانية، لسه باقي معانا بقى إن شاء الله باقي المنهج. فعايزاك كده تكون قاعد رايق وذهنك صافي، بحيث ان انت المعلومه اللي تتقال تدخل على طول تتسجل على الميموري بتاعتك، على في عقلك جوه. فسم الله كده وتوكل على الله معايا. واول ما نبدا، لو انت اول مره تشوفني اشترك في القناه واعمل لايك جميل وكومنتس باي حاجه انت محتاجها، ولو انت متابعني فشارك القناه على كل دفعاتك واصحابك. بتمنى لكم عام موفق باذن الله ودمتم بخير. يلا سم الله وتوكل معايا على الله، وتعالى نشوف lessons 5 and 6، الدرسين الخامس والسادس. اول حاجة هنتكلم فيها هي الفوكابلري، الكلمات بتاعت الدرسين. فبنقول كي فوكاب، دي الكلمات الاساسية والمفتاحية الرئيسية اللي المفروض ان الطالب يتقنها اتقان تام. اول كلمة معايا congratulations، تاني كده congratulations، congratulations اللي انا بهنيك او بقول لك الف مبروك او هكذا، بتتقال في المناسبات السعيدة. بعد كده عندي كلمة conservation، conversation 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 اللي هي محادثة. respond يجيب ويرد، وبتساوي برضو عندي فعل اسمه reply برضو يرد. respond يجيب ويرد. news اخبار، news اخبار. بيتي شيء مؤسف، اقول لك هو بيتي يعني شيء يستحق الشفقة والحزن. بيتي. empathy تعاطف، empathy. وبعد كده اخر كلمة معايا interview اللي هي مقابلة شخصية. هقرأهم كده English تاني: congratulations, a conversation, respond, news, pity, empathy, interview. بعد ما خلصت كلمات الكي فوكاب تعالى نشوف lesson 5 and 6. فlesson 5 بقول check، check يتحقق من، pass يجتاز ويمر، pass sorry آسف وحزين، sorry. bank اللي هو البنك، coach ده المدرب، coach. worry يقلق، وانا ده verb، انا عايز اجيب تصرفات وبحذف الواي وبضيف اي دي لان الفعل منتهي بالواي، وقبل الواي ده حرف ساكن زي حرف الار، فبالتالي بيتم حذف الواي وبنضيف اي دي. صون معناها قريبا او في القريب العاجل، صون طبعا ده ظرف. هوب يامل، وعايز اضيف له او اجيب تصرفاته يبقى هوبت. ليسون 6 معايا بيقول مس يفقد شيء او يفتقد شيء او يفتقد شخص، مس. انتروديوس يقدم ويعرف، انتروديوس. سيستم النظام، سيستم. recently حديثا ومؤخرا طبعا ده ظرف. اقراهم تاني: miss ولو عايز اجيب تصريفات بقول missed، introduce introduced، system recently، it's a adverb، it is adverb. بعد كده suitable ملائم مناسب، suitable. dear عزيزي، dear. prepare يعد ويجهز، prepare. share يشارك ويتشارك. ده بالنسبة للكلمات، شوية كلمات سهلين وبساط، وأنا متأكدة إن معظم الطلبة اللي تسمعني دلوقتي نص الكلمات دي أو تلات أرباعها هي عارفاها وحافظاها. تعالى كده ننزل على الconjunction أو الirregular verbs، الأفعال غير منتظمة. hear heard heard، hear heard heard، come came come، leave left left، sell يبيع يبقى sold sold. هنقرأهم تاني: hear heard heard، come came come، leave left left، sell sold sold. كده تمام، انزل معايا. نقول على الوردز والاوبزيتس، الكلمه والعكس بتاعها. الجو برد شويه او ملبد بالسحب او مغيم كده، كلاودي كلاودي، يبقى الجو واضح كده وجو جميل، كلير كلير. فاني مضحك، لكن لو عايز اجيب عكسها بقول سيريوس جد وحازم، سيريوس. اونلاين متصل بانترنت، طب لو غير متصل يبقى اوف لاين. سويتابل مناسب، طب لو غير مناسب يبقى ان سويتابل. سويتابل مناسب، غير مناسب يبقى ان سويتابل. يوسفول مفيد، غير يوسفول يبقى يوسلس. تاني كده يوسفول مفيد بإضافة فول، طب عايز اجيب غير مفيد يبقى يوسلس بإضافة لس. ماريد متزوج، عكسها يبقى سنجل او يبقى عكسها ان ماريد. هقرأهم تاني: كلاودي كلير، فاني سيريوس، اونلاين اوفلاين، سويتابل انسويتابل، يوسفول يوسلس، ماريد يبقى العكس بتاعها سنجل او unmarried. كمل كده معايا، هنشوف الديفينيشنز التعريفات. كلمة empathy يعني تعاطف، بيقول هي the ability، هي القدرة to understand how someone feels، هي قدرتك انك تكون فاهم
ازاي الشخص ده بيشعر. يعني لما يكون قدامي شخص فانا عايزه اظهر معاه التعاطف، هل التعاطف ده هيكون بالحزن بالاسف بالفرح؟ في تعاطف، في ايموشنز هتطلع، فالايموشنز دي بتبقى عباره عن ايه؟ فدي اسمها كلمه امباسي، ازاي او القدره انك تفهم how someone feels. كلمه that is او it's a pity، that's a pity، ممكن اقول له that's a pity او اقول له it's a pity، انه من المؤسف والمحزن. اقول لك something you say to show your feelings about something، حاجه انت بتقولها عشان تبين احساسك بساد، احساسك بالحزن about something، عن شيء ما. يبقى that's a pity او it's a pity something you say، انت بتقول لهم حاجه to show you feel sad، عشان تبينهم ان انت بالفعل sad about something، ايه، عن شيء ما. تعال نشوف listening and reading، النصوص بتاعت listening and reading. علي بيقول hi ياسر are you coming to football practice on Thursday؟ علي بيتكلم مع ياسر بيقول له ازيك يا ياسر، ايه رأيك لما نروح football practice، تمارين كرة القدم on Thursday؟ فياسر بيقول له هو هالو علي، ازيك يا علي؟ no I can't come this week، لا انا مش هاجي الاسبوع ده. My granddad جدي is in hospital again، دخل المستشفى تاني. I have to look after my little brothers while my mom goes to visit him. تعالى كده نقولها واحدة واحدة. ياسر بيقول له اوه هالو، ازيك يا علي؟ No I can't come this week، انا مش هقدر احضر معاك الاسبوع ده. My granddad جدي is in hospital again، دخل المستشفى مرة اخرى. I have to look after my little brothers، انا محتاج ان انا اهتم my little brothers باخواتي الصغيرين. while my mom، اثناء ما تكون الام دي go to visit him، راح تزور جده. كمل كده معايا. I am sorry to، علي بيقول I am sorry to hear that، ادي البيت الشفقة او ديت الشعور بالاسف اللي انا ممكن اظهره لحد. I hope he gets better soon، اتمنى ان هو يكون كويس قريب. It's a pity، انه لا شيء مؤسف. That you can't come، مش هتقدر تيجي. Maybe see you next Thursday then، ممكن بقى اشوفك ايه ال Thursday، الخميس اللي جاي. فياسر بيقول له thanks علي، شكرا لك يعني. تعال نشوف المحادثة رقم 2. ياسر بيقول له hi علي guess what، خمن ماذا؟ I am in the football team، انا بقيت في فريق كرة القدم. The coach، الكوتش اللي هو الكابتن اللي بيدربهم، told me after football practice last night، قال لي الكلام ده بعد ما خلصنا تدريبات او تمارين كرة القدم last night، ليلة امس. فالواد علي هيقول له well done، احسنت ياسر، that's great news، دي اخبار رائعة. ممكن هنا نقول له congratulations، مبروك. كده خلصنا مين؟ خلصنا ياسر وعلي. تعالى ننزل نشوف هنا وسلمى. هنا بتقول لها هلو سلمى، ازيك يا سلمى، how are you، كيف حالك؟ great to see you، كويس ان انا شفتك او عظيم ان انا شفتك. how's going at the new school، اخبارك ايه في المدرسة الجديدة اللي انت رحتيها؟ are you enjoying it، هل انت يعني مستمتعة بالمدرسة دي؟ فسلمى بتقول لها هلو هنا، ازيك يا هنا، هترد بقى على الاسئلة، انت عاملة ايه واخبارك ايه في المدرسة الجديدة وهل انت مستمتعة فيها ولا لا. فسلمى بتقول لها هلو هنا، ازيك يا هنا، great to see you، كويس ان انا شفتك. ايضا the new school is really hard، المدرسة الجديدة بالفعل hard، صعبة. I don't know anyone، انا مش عارفة فيها اي حد. and I feel everyone is much clever than me، وانا عندي احساس كده ان كل شخص موجود في المدرسة ده clever than me، اشطر مني. I have to do hours of homework every night، انا باخد ساعات عشان اخلص الهومورك الواجب بتاعي every night، كل ليلة. فهنا بتقول لها that must be difficult but don't worry، مفروض انها تكون صعبة، but don't worry، ولكن ما تكونيش قلقانة. I am sure things will be get better، انا متأكدة ان الامور يعني الامور ستتحسن. يعني you were always the best student in our class، انت كنتي افضل طالبة او اشطر طالبة in our class، في الفصل بتاعك. هنا بتقول لها hi هدى، ازيك يا هدى، ده dialogue جديد او conversation جديدة. بتقول لها هاي هدى، ازيك يا هدى، هاو ار يو، كيف او هاو ار ثينجز، الاشياء عامله ايه. هدى بتقول لها هالو هنا، فاين ثانكس، اي باست ماي انجلش اكزام. فهنا بتقول لها انا نجحت في الامتحان بتاعي. فالبنت بتقول لها كونجراتوليشنز، مبروك، اي ام سو هابي فور يو، انا سعيده جدا لكي. ايفري ون نوز واتس ريلي ديفيكولت اكزام، الكل كان عارف ان الامتحان صعب، فكونجراتوليشن لكي، مبروك لكي لان انت نجحت في الامتحان ده. خلصنا كل الكونفرسيشن اللي فوق او الديالوج، بعد كده ندخل على يعني هنشوف ده ايميل ولا ايه. تعالى كده مع بعض نقراه. كان في جزء الريدنج on lesson 6 in book page 20.
هاي سلمى، هاو ار يو، كيف حالك؟ اي هوب يو ار انجويينج يور نيو سكول. اتمنى ان تكوني انجوي بتستمتعي بيور نيو سكول، مدرستك الجديده. ورالي ميس يو، احنا بالفعل مفتقدينك. اي ام فاين، انا بخير. بات ذير از سام باد نيوز فروم سكول، ولكن في اخبار سيئه تخص المدرسه. مسز تهاني از ليفينج، يعني مدرسه بتاعتهم هتسيب المدرسه. شي از ساتش ا جود ساينس تيشر، كانت مدرسة علوم كويسة جدا. and we are feeling very sad، واحنا كلنا نشعر بالحزن الشديد. I have some good news، عندي اخبار تانية بقى good، يعني تحلي شوية الباد اللي من شوية دي. guess what، خمني بقى. my parents say I can go on the school trip to Amman، I am very excited. يعني والديها وافقوا ان هي تروح school trip، رحلة مدرسية لمدينة عمان. I'm very excited، أنا يعني سعيدة جدا. There are many amazing places، هناك أماكن رائعة. To visit there، the trip is in March and I can't wait. So what's your news right soon؟ الرحلة هتبقى في مارس، بس أنا مش قادرة أنتظر لحد ما مارس يجي. So عشان كده what's your news، إيه أخبارك right soon، اكتبي لي قريبا. تعال نشوف نص الليسنينج. هاي طارق، ازيك يا طارق؟ هاوس جوينج، ازاي الامور ماشيه معاك؟ كونجراتوليشنز اون باسينج يور ماس تيست، مبروك يا سيدي ان انت نجحت في الماس تيست، درس او امتحان الرياضيات. دو يو هاف مور اكزامز نيكست ترم، هيبقى عندك امتحانات نيكست ترم الترم اللي جاي. ذا نيوز فروم مي، الاخبار بالنسبه لي از ذات وي ار موفينج تو ا نيو هاوس، اتنقلنا لبيت جديد. اي ام سو اكسايتد، انا متحمس جدا. Because my bedroom in the new house is very big، لأن الغرفة اللي أنا هجلس فيها أو غرفتي بقى في المنزل الجديد دي هتكون very big، كبيرة جدا. I have got some bad news، ولكن عندي أخبار سيئة. إيه هي بقى؟ I am sharing two room with my brother، الغرفة الكبيرة دي أخويا هيشاركني فيها. But this is only for a week، ولكن ده أسبوع بس. Until his room is ready، لحد ما الغرفة بتاعته تكون جاهزة. I am looking forward to meeting you in the summer، أتمنى إن أنا أقابلك في الصيف. Do you want to go swimming or sailing at the beach this year؟ هل أنت بقى هيكون عندك بقى رغبة أو هتكون عايز إنك تعمل swimming أو sailing at the beach this year؟ I can't wait to see you، أنا عايز أشوفك right soon، اكتب لي قريبا. ده برضو إيميل من تامر أو letter، خطاب من طارق لتامر. تعالى كده نشوف الليسون on lesson 6 workbook page page 84. فبيقول my name is Dina، اسمي دينا. I am Egyptian، انا مصرية. but my mother is from England، انا مصرية ولكن امها او مامتها من انجلاند انجلترا. I live with my parents، بعيش مع والدي. my brother والدي and my sister my brother my sister and my grandparents واجدادي. who do you live with right soon، اكتبي لي from Dina، من دينا. hi Jana، جانا بتكتب له هدف، بتقول لها هاو ار يو، ازيك عامله ايه؟ اي هوب يو ار ويل، اتمنى تكوني كويسه. جس وات، خمني بقى. اي هاف باست ماي ماسز اكزام، انا عديت او نجحت في امتحان الرياضيات بتاعتي. اي ام ريلي هابي، انا سعيد جدا. بات ماي براذر ديدنت باس، ولكن اخويا ما نجحش. هيز وركينج هارد، بيشتغل بجد بقى تو باس نيكست تايم، عشان يقدر يعدي الفتره اللي جايه. اتس رانينج توداي، الجو بيمطر النهارده. سو اي ام هابلي سيتنج ان ماي بيدروم، انا بجلس بقى في الغرفه بتاعتي بسعاده. I am playing a game، بلعب لعبه with my sister، مع اختي. What's your news، اخبارك ايه؟ اكتبي لي قريبا هدى. تعال نشوف الصوره ديت. This is photo of the market، الصوره دي لماركت، لمتجر او تسوق. In the foreground words، في خلف الصوره. We can see a man، شايفين راجل. I think it is his shop، انا اعتقد ان ده المحل بتاعه. And he is selling fruit، بيبيع فاكهه اهوت. And other things، واشياء اخرى. In the middle، في منتصف الصورة. Of the picture we can see a man on bicycle، منتصف الصورة هو في راجل هو راكب bicycle. He is carrying something، يشيل حاجة. On the right، على اليمين. على اليمين بقى بنشوف two women، we can see two women، بنشوف امرأتان. I think they wanted to buy something، أنا أعتقد إن هم واقفين عشان يشتروا حاجة. In the background we can see some others، بيقول في الخلف بقى نقدر نشوف ايه، أشخاص تانيين. تعال نشوف بقى النوتس على الريدنج والليسننج، جنرال نوتس. عندي كلمه مس ومس، انا عندي كلمه مس اللي هي بالام اي اس اس، ولكن في مس ثانيه بالام اي اس اس. الام اي اس دي معناها فوضى وورطه ومأزق وموقف متوتر وهكذا، يعني حاجه فيها فوضى.
لكن MISS دي معناها ايه؟ معناها ان يفتقد شخص، او مثلا يخطئ الهدف، او يفشل فيه، ما قدرش يلحق وسيله مواصلات، يعني بتفوت وسيله مواصلات وهكذا. يبقى كلمه مس MISS لها اكتر من معنى. اول حاجه معايا بمعنى يفتقد شخص، اي مس ماي انكل، افتقدت عمي. هي هاز بين ان باريس فور لونج، هو قاعد في باريس بقاله فتره. كلمه مس معناها يفشل او يخطئ الهدف. هي تراي تو سكور، حاول ان هو يحرز الهدف، بط هي مس ولكن فشل او اخطا الهدف. يبقى اول حاجه معايا مس يفتقد شخص ما، تاني حاجه مس يخطئ الهدف، تالت حاجه مس قال لي لا يمسك بشيء ما. ذا جول كيبر اللي هو حارس المرمى عمل ايه؟ مس ذا بول ما قدرش ان يمسك الكره، فبالتالي دخلت جول. كلمه مس معناه يفوت وسيله مواصلات. هي كيم لايت، هي كيم ليت، جه متاخر، بيكوز هي مس ذا باص، لان هو فوت الاوتوبيس. كلمه مس ام اي اس اس معناها فوضى وورطه ومازق. بنقول وين اي كيم هوم، لما انا رجعت البيت ايه اللي حصل؟ اي فاوند ذا كيتشن، لقيت المطبخ ان امس، في فوضى. هي اولويز جيتس مي انتو امس، دايما هو بيحطني فين؟ في ورطه. يبقى ام اي اس اس دي معناها فوضى او ورطه او مازق، لكن ام اي اس اس يفتقد شخص، يفشل او يخطئ هدف، ما قدرش يلحق وسيله المواصلات او فاتته وسيله المواصلات. تعال نشوف سو ساتش. ايه قال لي سو ساتش، الاثنين معناهم جدا. يعني اقول لك I am so happy, I am so sad, I am so exciting، وهكذا. فكلمة so قال لي يجي بعدها الصفة على طول، لكن كلمة such هتجيب صفة بس بعد الصفة لازم اسم. تاني كده، so يجي بعدها صفة بس. لما اقول لك the party was so exciting، الحفلة كانت مثيرة جدا، لكن كلمة such قال لي عشان هتجيب بعدها الصفة يبقى لازم تجيب بعدها كمان اسم. it was such an exciting party، كانت حفلة exciting مثيرة ورائعة. تمام كده so such. تعالى بقى نشوف move to. move to معناها ينتقل الى مسكن ايه جديد. we are moving to a new house، احنا انتقلنا الى منزل جديد. كلمة news معناها اخبار. what's your news، ايه اخبارك؟ اسم لا يعد، بيعمل معاملة الاسم الايه المفرد. كلمة pieces of او a piece of للتجزئة، لما اقول لك this is a good، ده شيء جيد، piece of news او this is a good piece، ده يعني of news، اخبار كويسة، اخبار رائعة. يبقى كلمة نيوز هنا يا جماعة أخبار، معناها أخبار، اسم لا يعد، وعامل معاملة المفرد، بعامل معاملة المفرد. ولو أنا عايزة أجزأه فبقول كلمة piece of أو a piece of، يعني pieces of، أو أقول a piece of. خلي بالك أو من الحتة دي، ممكن تكون جديدة على طلبة تانية إعدادي. ركز أو معايا، عايزك تقعد مركز كده ورايق. لو حسيت إن الموضوع طول عليك stop للفيديو وكمل تاني، يعني كمل بعدين، بس أهم حاجة انك تكون قاعد فاهم، بحيث ان انت ما تقعدش تعيد وتزيد وتضيع في وقتك. يعني اهم حاجه ان المعلومه لما تدخل لك من اول مره. بعد كده بقول لي كلمه باس وسقسيت. قال لي كلمه باس معنى يجتاز الاختبار. طبعا كلمه باس ما بتاخدش حرف جر، يبقى اقول لك I have passed my master's exam، ده معنى ان انا نجحت فين؟ نجحت في الامتحان الرياضيات. طيب كلمه سقسيت، ان قال لي سقسيت تاخد حرف الجر ان. تاني كده باس ما تاخد حرف جر، لكن سقسيت ياخد حرف الجر ان. I have succeeded in my master's exam، انا نجحت في اختبار الرياضيات. فخلي بالك ان succeed هنا تاخد حرف الجر ايه؟ تاخد حرف الجر ان. كده خلصنا الصفحة بتاعت ال 114 كتاب المعاصر تاني اعدادي. انزل تحت كده ال important expression and prepositions، بيقول لي get better معناها يتحسن، happy for سعيد من اجل، show empathy يبين التعاطف، prepare for يجهز، have an interview عشان عنده مقابلة رسمية، do an interview يقوم بمقابلة شخصية. يبقى كلمة interview لو جبت معاها have يبقى ده عنده مقابلة رسمية، مقابلة formal شوية، ولو جبت معاها do يبقى ده هيقيم بمقابلة شخصية. طيب congratulations تهنيئا على، ممكن اجيب بعدها حرف الجر on، ولو جبت حرف الجر on يبقى يجيب noun، يجيب verb مضاف له ing. يبقى congratulations on اجيب بعدها يا اما noun يا اما verb مضاف له ing. انا كده اقدر اقول لك ان انا خلصت الدرس. تبدأ انت تذاكر وتحل عليه، طبعا ده as a homework في بعد ما تخلص. بعد كده خلاص skills corner، الجزء الخاص بالريتنج ومش عارف ايه. فبقول لك الجزء الخاص بالريتنج ده لما بنقرأ القطع كتير يعني بتشجعنا، او ان هي بتنمي مهارة استخراج المعلومات عندنا extracting information، وبتنمي عندنا critical thinking skills مهارة التفكير النقدي، وبرضو بتنمي عندنا understanding reference فهم ما يشير اليه الضمير من القطع. بعد كده رايتنج كورنر، جمل بتساعدك وانت بتكتب. لو انا مثلا عايزه اكتب، ببعت ايميل لصديقي انا بقول له انا عندي اخبار ساره او عندي اخبار سيئه،
يسعدني ان انا اهناك على نجاحك، انا هنئني على نجاحي، شيء رائع، مش عارف ايه. وبعد كده بدخل لك على جمل المفروض ان انت بتحلها، حل الجمل دي وهبقى اناقشها معاك واحنا بنحل الاكسرسايز. هو خلاص كده بدأ بقى يدخلك في السبيكنج كورنر، بيبدأ يديك مثلا يقول لك ايه importance بس of punctuations، important tips، خطوات مهمة كده علامات الترقيم. يعني عندك sentence الجملة بتنتهي بفول ستوب، الكويشن بينتهي بكويشن مارك، السنتس بتبدأ الجملة بتبدأ بكابيتال لتر، حرف كابيتال، بنستخدم القمة عشان clauses بين عبارات الجملة. we also قمة، احنا برضو بنستخدم القمة في ايه في القوائم، يعني مثلا I eat انا اكلت، او I eat انا اكلت مثلا fish، واعمل قمة rice، واعمل قمة and salad، وهكذا يعني في القوائم او في الليست. كمل معايا كده. بيقول لي بيجيب لك عبارات كويسة جدا تستخدمها في الايميل، عبارات حلوة، بتقول له دير او هاي او هلو اي واحدة منهم، وتحط اسم مرسل اليه. بعد كده تبدأ تقول له انت عامل ايه، how are things، how are you، how it's going، how's life، الامور ماشية ازاي. بعد كده لو انت عندك اخبار جيدة بتقول له انا عندي اخبار جيدة، guess what، او عندي اخبار سيئة. وبعد كده لو عندك عبارات عايزة فيها حديث عن المشاعر برضه هو يجيبها لك اهوت، عبارات عن الحديث عن المستقبل، looking forward to، I can't wait، مش قادر انتظر، I will، write soon، see you soon، وهكذا. لما يكون عندك حد بيقول لك اخبار سعيده او good news، انت بتقول له well done، او this is great news، او بتقول له congratulations. لا لما يكون في اخبار سيئه بقول I am sorry to hear that، that must be difficult، it's a pity، وهكذا. بعد كده هنحل برده مع بعض general exercise الاختبار ده، وكده اكون انهيت الوحده. ويبقى لي بس هراجع لك كده على السريع ونحل الايه ونحل التست. لسه لي كمان حلقتين بس في الوحده، في الوحده اللي هي الثانيه دي، واخلصها باذن الله. اتمنى يكون الشرح قدر يوصلك، او اتمنى ان اكون قدر توصلك المعلومه كامله، او الشرح قدر يوصلك بطريقه كويسه. بتمنى لك عام موفق باذن الله. اهم حاجه انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وشير القناه لكل اصحابك وزمايلك استفيدوا في غيرك. دمتم بخير، كانت معكم ميس هند ربيع على قناه شويه انجليزي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.